اليوم أنا جايب لكم مفاجأة. المفاجأة هي زهرة نزلت الجزء الثامن والتاسع. اللي ما بيعرف مين زهرة أكيد الكل هلأ بيعرفها، لأعرفكم أصلاً عليها. معروفة صاحبة الراب المتضامن مع فلسطين، عندها أسرار بشكل مو طبيعي لدرجة إنها وصلت للجزء التاسع، عملت الجزء الثامن والتاسع وعملتهم بيومين ورا بعض. يعني صار عندها تنزيل يومي، راب يومي. مين في رابرز هيك؟ دريك ما سواها، إمينيم ما سواها، توباك ما سواها، ما في أي رابر عملها. زهرة الوحيدة اللي قدرت تنزل يومي راب. بس قبل ما أورجيكم الراب رح أورجيكم أغنية نزلتها زهرة. خلينا نشوف هاي الأغنية مع بعض. عربي عربية، فلسطين عربي العربية، شهدنا قوافل وعظمنا جبال، لا نركع لسفل لنهب اعتقال. جدا جميلة الأغنية، شكرا كتير للتضامن يا زهرة. أنا خايف أكل كوبي رايت الصراحة، لأنه صوتك زي الأغنية الأصلية بالضبط. هو في غلط أنت كاتبيته بالكلام، هو أنت اخترتي خط أجنبي، فعشان هيك يعني الفلسطين وعربية مش متوصلة مع بعض. بس المرة الجاي أكيد حتصلحها. أنا ما رح أقدر أكمل هاي الأغنية يا زهرة لأنها طويلة، مو لأنها ما عجبتني، لأنها طويلة. ولسه بدنا نروح نشوف الجزء الثامن والتاسع للراب، فخلينا نروح نشوفهم. إيش لكم شخباكم؟ طبعا أسف على التأخير، وطبعا تأخرت أو طولت عليكم يوم كامل. زين، فالحين ما راح أطول عليكم المقدمة، وبقول لكم أحب أشكر كل من هنان وقال لي كلام طيب وحلو، وبقول له يا جعلها في ميزان حسناتك يا رب، والله يجبر بخاطر كل من جبر خاطري. ومثل ما قلت لكم ما أحب أطول عليكم المقدمة. الرب طبعا أنا كتبت كل قبل من أشوف الأحداث، أكتب شو اللي قاعد يصير. وطبعا قبل شوي راح الصوت. ليش؟ لأن السياسة اللي هني ما ترضى اني اقول كلام ما يعجبهم، كلمة ما تعجبهم، فشالوا كل الصوت عشان كذي. والغلط مو من عندي، من عند أهما، منهم أهما، عشان ما يبون اقول كلمة هذه بكتبها لكم ما يبون اقولها، لان انا اوريدي حطتها بالرب، بس بحاول اقولها بطريقه انتوا تفهمونها. اوكي، يعني قالتها لا انا قلت لكم كلمه صح، لا هي كلمتين ما يرضون فيها، فانا بحاول اقلبها وانتوا تفهموها بليز. واللي يفهمها يكتب في الكومنتات عشان غيركم يفهم. زهرة والله انتي قلتي بالبداية انا ما بدي اطول بالمقدمة. ما رح اطولك عليكم المقدمة. المقدمة لهلأ هياها دقيقة وعشرين ثانية، كل هذا ما بدك تطولي بالمقدمة؟ والله العظيم مقدمتي باليوتيوب ما بتطول زي هيك. يلا يا زهرة بدنا الراب، متحمسين. ياو ياو، يدعو كافي، يدعو قافي، كافي مزاجر، كافي قتاتل، اختي تنادي، اختي تنادي، ها كافي يا جامر، كافي يا جامر، ها هم بكل محبة تصبرنا، رغم اللي فيها هو فينا، ها رغم اللي فيها هو فينا، ها يا الله طال صبرنا، ها ما عاد باليدي حيلة، ما عاد باليدي حيلة، وأبوي راح وخلانا عند رب العالمين يشكي همنا، عند رب العالمين يشكي همنا، ها حفصوا الوهود. يعني حتى قاعدة بتشفر الكلام، قادرة تستوعب انها تغني راب وبنفس الوقت كمان تشفر الكلام. الراب جدا جميل، ومتحمس اروح اشوف الجزء التاسع. للأسف ما حقدر اكمل هذا كله، لسه ضايل منه دقيقة وشوي. خلينا هلأ نروح نشوف اراء الكومنتات، وبعدها بدنا نروح نشوف الجزء التاسع. اجزائك اكثر من اجزاء باب الحارة. كلمات 1%، هم ها 99%. أنا ملاحظ على زهرة هي بتضلها بتحكي هم ها. يمكن هي ببالها بتفكر لو حكت هم وها مع كلام هذا يعتبر يعني راب، فعشان هيك بتزود منهم هدول الهم وها. اختي تنادي ها، نو جانكستا، فاهمين كيف؟ حياة شوارع وهيك وطخطخة. ايش لكم شخباركم؟ اول شيء وبدون مقدمة طويلة راح ابلش الحين بالجزء التاسع. بسم الله. ياو ياو، ابشري يا فلسطين، كلنا متكاتفين، ها بيد واحدة نعلي الصوت، بيد واحدة نعلي الصوت، يا عرب ليش السكوت،
منتو قادرين؟ منتو صاحيين؟ ها كافي نوم، كافي ترى نمنا وايد، ها نمتوا وايد، صحوا ترى الوقت راح، وإذا راح ما عاد يرجع، وإذا راح ما عاد يرجع، لأن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ها إن لم تقطعه قطعك، قطعك، ها قطعك. بس في كلمة بالآخر حكيتيها يا زهرة أنا ما فهمتها، بس بدي إياكي ترجع تعيديها. إن لم تقطعه قطعك. لا لسه يعني ما فاهمها، فممكن تعيديها أكثر من هيك. إن لم تقطعه قطعك. أكثر من مرة كمان تعيديها، احكي قطعك كمان كمان وكمان. قطعك. خلي خلص الراب كله قطعك وها وهم. ها قطعك. وخلص هيك بتكوني سهلتي على حالك الموضوع. أكيد بمزح معك يا زهرة، لا تأخذي إشي للقلب، أنا من أكبر فانزاتك، والراب تاعك يا زهرة جدا جميل، أنا بنفسي كتير أكمله بس ما حقدر للأسف لأنه بدي أروح أشوف منشنات تانية، بس أخلص الفيديو على السريع رح أرجع أكمله هو والجزء كمان الثامن. Let's unbox Miniverse Make It Mini Series 2 Diner. We're making بيك شو. شو بتسوي؟ مش هاد بيك شو؟ والله العظيم بتشبه بيك شو على الآخر. شو قاعد بتسوي؟ كيف فوفو بوي بيك شو؟ وحاط مناكير وعامل حركات بالمناكير، حتى بنت ما شفتها هيك حاطة هذا المناكير. هذا المناكير من وين جبته؟ الفوفو بويز اللي زيه بنفسي أفهم شو في بمخهم، بنفسي أدخل مخهم أشوف كيف بيفكروا، كيف لحية يعني ضخم وبنفس الوقت حط مناكير. ليتس جو ليتس سي. روح على مصارع، روح العب ب WWE. على فكره موجود مصارعين فوفو بويز. مره شفت فيديو بتيك توك واحد مصارع فوفو بوي، انصدمت من الموضوع، بدي اروح ادور على هذا الفيديو، لازم اورجيكم اياه هذا المصارع. هذا هو الفيديو على السريع، تكتب فوفو بوي مصارع طلع لي على السريع. كيف مصارع؟ كيف مصارع وفوفو بوي؟ شوفي شو لابس، كيف زبطت معاه يكون مصارع وكمان فوفو بوي؟ لأنه المصارعة إشي رجولي على الآخر، مصارعة تطلع بدون تيشيرت، أنت ورجال تاني بتخبطوا بعض وأنتوا متشلحين وعرق وضرب. الفوفو بوي فوفو بوي فاهمين علي؟ فوفو بوي فوفو بوي هيك انه ماشي ضلك بالبيت اجلي، فاهم علي؟ هيك انه اجلي اعمل هاي الاشياء هيك بتنفع لك. بس انت كيف زبطتها؟ هذا وضعه زي هداك، وضع اللي شفناه قبل شوي، بيحط مناكير وبيحكي بهاي الطريقة تاعت الفوفو بويز، بنفس الوقت في لحية وضخم وبيشبه بيك شو. يا سكان غزة، حماس تستخدمكم، حماس تستغل يستخدمونكم دروعا بشرية. قبل قليل والله انه هذا اول فيديو بحياتك بتسويه بيكون حلو، اهنيك على هذا الفيديو الجميل. انا دائما كل ما اعمل عليك ردة فعل بعد انتقد فيك وبحكي لك لا تسوي زي هيك ولا تعمل زي هيك، بس هذا الفيديو رهيب، مع انك يعني انت فوفو بوي بس بسيطة هاي المرة منمشيها. هذا اللي بيطلع دائما بيحكي، هذا الاسرائيلي اللي دائما بيطلع بيحكي وبيعمل فيديوهات بالعربي، قسما بالله انه بينرفزني بشكل مش طبيعي، بس اشوفه ترتفع حرارتي. شفت له من جديد فيديو قاعد بيحكي آية وبيحكي انه فلسطينية هم الظالمين. يقول الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا أيها سنوار وأمثالك قد غرتكم الأموال والسلطة وسطوة وأتيتم بالبلاء لسكان غزة المساكين، فيما أنتم بالجحور أو في الأنفاق خائفين، وفي كلا الحالتين يا ويلكم من الله. كيف نزل هذا الفيديو بكل ثقة من النفس وكمان بالآخر بيحكي يا ويلكم من الله؟ مين يلي قاعد بيقتل الأطفال؟ بكل فخر من النفس طالع وعامل هذا الفيديو، كمان قرأ الآية. أنا شوف كيف يا أخي، أنا اللي مظلوم، أنا المسكين. هم جد مقتنعين ومفكرين حالهم ضحايا. كيف هيك وأنتوا اللي قاعدين بتقصفوا وبتقتلوا الأطفال؟ أنا مش مصدق اللي قاعد بشوفه، كل أكاونتك لازم يمسح. شفتوا الأسيرة اللي على أساس طلعوها وأظافرها فنانة ما فيها أي إشي؟ سبحان الله طلعوها من الإنقاذ مأسورة لمدة 20 يوم وطلعوها بس دخلوا على غزة، وبالآخر أظافرها فنانة ما فيها أي إشي، حرفيا زي كأنه لسه راجع من الصالون. أنا أسبوع ما سويت أظافري، شوفوا كيف صاروا. هاي صار لها 20 يوم وما فيها أي إشي أظافرها وبتلمع وكله تمام، وعلى أساسها بتحضن أمها، ويا الله شو مشتقت لك. بكذبوا كتير، يا الله الكذب عندهم، ودائما بلوموا الفلسطينية، حتى على قتل الأطفال المساكين والنساء قاعدين بلوموا كمان الفلسطينية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله ينصر أهل فلسطين. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، فأمان الله.